ديال الهويات. بما ان الانسان الامازيغي بالطبيعه ديالو هو انسان مسالم وانسان كيتعايش، فالمغرب الارض ديال المغرب اصبحت ارض كل من توافد عليها، واصبحت ارض تعايش وتصالح وتسامح، لان سكان هذه البلاد اللي هما الامازيغ يعني رحبوا بهذه الفئات كلها اللي جات. فاليوم اصبحت هذه الارض هذه يعني ارض الجميع وارض كل من توافد عليها. ولكن الرجوع الى الاصل فضيله، خصنا نعرفوا هذه الارض ديال من. المغرب ارض امازيغيه وناطقه باللغه الامازيغيه، ودخلوا العرب وجابوا الاسلام، والحمد لله على الاسلام في هذه البلاد هذه. وانا كنحلم بمغرب، مغرب الالوان، مغرب الثقافات المتعددة، مغرب القيم الرفيعة، مغرب يعني الكرامة الإدارية لجميع المغاربة من طنجة العالية للقويرة الغالية. وكنعتقد على أن كل اللي حط رجلو على هذه الأرض هذه وعايش فوق هذه الأرض هذه خصو يعترف بهذا النهار هذا كاليوم الأول، يوم السنة الأمازيغية، لاننا ولينا كلنا متعايشين. والخضر كيرجع، سكان المغرب الاولون الامازيغ اللي هما مالين هاد البلاد وقبلوا الجميع وتعايشوا مع الجميع، والمغرب خصو يكون قدوه في هذا المجال هذا، ولكن خصو يبقى قدوه في المستقبل لهاد المساله ديال التعايش.